نشرة الأخبار. السابعة صباحنا للأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يدشن محطة تحلية المياه بزارات بيجابيس، ويؤدي زيارة إلى جامع القصبة بعد أن أمر منذ أسابيع بترميمه وإصلاحها. فتح باب الاعتراض اليوم وغدا على قائمة الناخبين الأولية. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم جنوب غزة، وحماس تعلن تجنيد الآلاف المقاتلين الجدد. تحالف اليسار في فرنسا يفوز بالجولة الثانية من الانتخابات التشريعية دون تحقيق الأغلبية، ورئيس الوزراء الفرنسي يقدم صباح اليوم استقالته للرئيس ماكرون. إلى التفاصيل. مستمعينا متابعينا أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس تدشين محطة تحلية مياه البحر بزارات من ولاية جابيس، وتم الإعلان على الانطلاق الفعلي لعمل هذه المحطة لفائدة 1,100,000 مواطن بعد استيفاء كافة مراحل التجربة. وأكد رئيس الدولة بالمناسبة أن هناك مشاريع طويلة الأمد ومشاريع أخرى من الضروري تنفيذها بصفة فورية لتفادي مشكلة نقص المياه، مضيفا أن هناك سياساتنا لا بد من مراجعتها. تونس على غرار الدول الأخرى التي تشكو من انحباس الأمطار ضحية في الواقع لسياسات في المستوى العالمي لم تختبر. هناك مشاريع طويلة الأمد، هناك مشاريع من الضروري الآن في هذه الأيام تحقيقها. كنت منذ قليل وتحدث إلى عدد من المتساكنين يشكون العطش، الماء الصالح للشرب، يشكون العطش بالنسبة إلى الماشية، الصهريج ب50 دينار، وبالنسبة إلى الزراعة. هناك سياسات لابد من مراجعة، وهناك أوضاع ليست طبيعية على الإطلاق. جابس في وقت من الأوقات كانت الزراعة فيها على توابق ثلاث، زراعة سقوي وأشجار ونخيل وواحات تم اغتياله، وليس من قبيل المبالغة أن يوصف ما تم الغياب به بعملية اغتيال واحات جابس فضلا عن واحات أخرى. كما تطرق رئيس الجمهورية إلى بطء الإجراءات الإدارية وتعقيدها داعيا إلى مراجعتها. برنامج تحلية المياه يعود إلى سنة 2017، نحن في 2024. الإجراءات الإدارية المعقدة التي تسير من تعقيد حياة المواطنين، وهذا لابد من مراجعة كيف تشكو تونس من الظمأ بهذا الشكل. ربما كل شيء حي إلا الإدارة التي عرفناها تبدو أنها تترنح لجنة إلى أخرى، ومن دراسة إلى أخرى، ومن مكتب دراسات وقضايا، ومن هنا نحن في سباق مع التاريخ، في سباق مع الزمن، ولدينا كل الإمكانيات. وفي علاقة بموضوع الأعلاف، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة التصدي للاحتكار وتوفير الأعلاف للفلاحية بأسعار في المتناولة. من حق المواطن أن تكون الأعلاف بثمن في متناول، هذا من 4 أشخاص، هذا من المفروض أن ينتهي منذ الآن. يعني مش ممكن تبقى الأعلاف عند 4 أشخاص هم يتحكمون في السوق وفي الأعلاف، وبطبيعة الحال الفلاح التونسي والتونسي عموما هو الذي يدفع الثمن نتيجة لهذا الارتفاع المشد، والذي هو بدور نتيجة لهذا الاحتكار. توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد فجر أمس إلى جامع القصبة، حيث أدى صلاتي الفجر والصبح، وزار مصحوبا بمفتي الجمهورية هشام بن محمود مختلف أجنحة الجامع بعد أن أمر منذ أسابيع بترميمه وإصلاحه. وأشرف رئيس الدولة على رفع راية الجامع البيضاء من أعلى صومعته، مؤكدا ضرورة تعاد هذا المعلم وصيانته. كان مصلى صغير في البداية قريب من مركز السلطة في قصبة، والحمد لله تعالى أنه يفتح له. هذه الراية جزء من تاريخ تونس وجزء من تاريخ الأمة الإسلامية، وبالفعل معبر جدا عن تصور التونسيين لإعلان حلول أوقات الصلاة. اللون مؤشر أبيض، والحمد لله تم استبداله بنوع آخر من القماش مختلف عن القماش، وكنت رأيته لمدة 13 سنة. الله أكبر، 13 سنة ملك.
الحمد لله تعالى تم الاختيار على احسن انواع الاقمشه، وهنا فرصه لاتوجه الى الجميع، الى المواطنين، الى التجار والعاطلين عن العمل، ساهموا في اعاده فتح بيت الله جامع القصبه. واتوجه بالشكر خاصة، وكنت أتابع تقريبا كل يوم مرتين أو ثلاثة تقدم الأشغال مع وزارة الدفاع الوطني التي أشرفت على هذه الأشغال وأشرفت على أدق التفاصيل، كل التفاصيل. يفتتح اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء باب الاعتراض على قائمات الناخبين الموضوعة على ذمة العموم بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات وبالمواقع الرسمية للهيئة، كما يكون نموذج التزكية متاحا بداية من اليوم. ودعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الراغبين في تجميع التزكيات الشعبية أو النيابية إلى تكوين ملف الترشح للانتخابات الرئاسية والاتصال مباشرة بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات بجميع الولايات أو بمكاتب هيئة الانتخابات بمختلف المعتمديات أو بمقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، مع ضرورة اصطحاب بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية. تفتح وزارة التربية بداية من اليوم وإلى غاية العاشر من جويليا الحالية باب الاختيارات من جديد أمام التلاميذ الذين لم يتحصلوا على توجيه رغم نجاحهم بمعدل يساوي أو يفوق 15/20 في مناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية دورة 2024 للالتحاق بالإعداديات النموذجية باعتماد الترتيب التفاضلي وحسب عدد الشهور. ويذكر أنه تم توجيه 3680 تلميذ من الناجحين لمختلف الأعداديات النموذجية التي تبلغ طاقة استيعابها 3850 مركز، فيما حصل 4339 مترشح على معدل ساوى أو فاق 15/20. اختتمت أمس دورة المتفوقين في البكالوريا للتوجيه الجامعي التي تواصلت 3 أيام، حيث تم تخصيص 35 منحة للدراسة في ألمانيا وفرنسا و120 منحة للدراسات العلمية والتقنية بالمرسى، لتنطلق بعدها الدورة الرئيسية، فيما تتواصل لقاءات التوجيه الجامعي إلى موفى شهر جويليا بمختلف المؤسسات التربوية. المستشار في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي محمد البشير أوضح أن عملية التوجيه مناظرة تخضع لعديد المقاييس. هي مناظرة محكومة بواقع تنافسي مبني على أساس التناظر وفق الامتياز والتفوق، خلال بعض العناصر تكون محددة في التوجيه. ثم بعض الناشئين في امتحان البكالوريا ما يفرقوش بين مجموع النقاط اللي هو سكور تي وما بين الفورميل جلوبال، الصيغة الإجمالية التي هي ثابتة ولا تتغير، هي موجودة في دليل التوجيه الجامعي. بالنسبة للمجموع النقاط هو متغير لأن طريقة احتساب هذا المجموع اختلف من شعبة إلى شعبة، وكذلك هناك أيضا يسمى بالتمثيل الجغرافي 7% اللي نجم تحتسب. هناك ترتيب الناجحين ينجم يعاونهم. المرحلة الحالية نطلب منهم باش يطلعوا على دليل التوجيه الجامعي اللي موجود على المنصة www.orientation.tn. المنصة هذه هي الوحيدة اللي تصير فيها كل العمليات المتعلقة بالتوجيه الجامعي. ودعا المستشار في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي محمد البشير الناجحين في البكالوريا إلى طلب المشورة من أهل الاختصاص فقط، وإلى مواكبة اللقاءات التنظيمية أو المنتظمة بالمؤسسات التربوية من أجل اختيار موفق. اجتماعات التوجيه الجامعي يؤمنها المستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمؤسسات التربوية الكل. هذه الجهة الوحيدة المخول لها مرافقة التلاميذ الناجحين ومساعدتهم على الاختيار الأنسب. اللقاءات هذه باش تتواصل إلى حدود نهاية شهر جويلية، وإحنا سعداء أنه نهار الاثنين 1 جويلية التحق بسلكنا 29 مستشارة استشارة الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الجدد باش يعاونونا. في كل معهد سيكون هناك اجتماع، إنما نلقاه على صفحات المندوبية الجهوية للتربية أو على الصفحات الخاصة
هذه المعاهد وننصحوا احنا التلامذة باش ما يتخلفوش عن هذه المواعيد لأنها تساعدهم على حسن الاختيار. في خبر آخر، ارتفعت نسبة التضخم في تونس بشكل طفيف إلى مستوى 7.3% خلال جوان الفارط بعد أن كانت في حدود 7.2% خلال مايو الماضي، مدفوعة بتسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات وفق المعهد الوطني للإحصاء. وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك وفق بيان أصدره المعهد أمس ارتفاعا بدوره بنسبة 0.5% خلال شهر جوان الماضي. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. نستهل جولة أخبار العالم بأخبار الأراضي الفلسطينية، حيث استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون ليلة الاثنين في قصف صهيوني لمنزل في جباليا شمال قطاع غزة. كما أعلن الدفاع المدني صباح اليوم عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين في استهداف مناطق سكنية جنوب غزة، فيما لا يزال عشرات العالقين في مناطق سكنية في حي الدرج والتفاح والبلدة القديمة. في الأثناء اندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي نفذت عملية اقتحام لمدينة نابلس لتأمين مداهمة المستوطنين اليهود لقبر يوسف. في غضون ذلك، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسامة تجنيد آلاف من المقاتلين الجدد وتعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة الاحتلال، مؤكدا أنه هناك آلاف من المقاتلين مستعدون لمواجهة العدو متى لزم الأمر. سياسيا، أعلنت حركة حماس موافقتها على التفاوض بشأن إطلاق سراح الرهائن من دون وقف إطلاق النار الدائم بعدما كانت تشترط ذلك. وقال قيادي في الحركة إن هذه الخطوة تم تجاوزها متوقعا أن تستغرق المفاوضات من أسبوعين إلى 3 أسابيع في حال لم تعطل إسرائيل مسار التفاوض. وعلق مكتب نتنياهو في بيان أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب، في حين ذكرت تقارير أمريكية وإسرائيلية أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA سينضم لمحادثات صفقة التبادل بالدوحة خلال الأيام المقبلة. إلى شأن عالمي آخر، وتحديدا في فرنسا، حيث فاز تحالف اليسار ممثلا في الجبهة الشعبية الجديدة التي يقودها حزب فرنسا الأبية بزعامة جون لوك ميلانشن بالجولة الثانية من الانتخابات دون تحقيق أغلبية. وحل تحالف الوسط معا من أجل الجمهورية المدعوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثانيا، فيما تحصل اليمين المتطرف على المرتبة الثالثة. ووفقا لهذه النتائج، لن تستطيع أي من الكتل الثلاثة تحقيق الأغلبية المطلقة في البرلمان. وفيما قالت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون بصدد دراسة نتائج الانتخابات التشريعية، أعلن رئيس وزرائه جابرييل أنال أنه سيقدم استقالته في وقت لاحق صباح اليوم. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود متابعينا الكرام ونجيز لكم في عناوين. رئيس الجمهورية يدشن محطة تحلية المياه بزارات بجابس ويؤدي زيارة إلى جامع القصبة بعد أن أمر منذ أسابيع بترميمه وإصلاحها. فتح باب الاعتراض اليوم وغدا على قائمة الناخبين الأولية. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين فجر اليوم جنوب غزة، وحماس تعلن تجنيد الآلاف المقاتلين الجدد. تحالف اليسار في فرنسا يفوز بالجولة الثانية من الانتخابات التشريعية دون تحقيق الأغلبية، ورئيس الوزراء الفرنسي يقدم صباح اليوم استقالته للرئيس ماكرون. أجمل تحيات كوثر عركوبي، إلى اللقاء.